طبعا ده الكتاب الكبير دي لغة قرون المقدمة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف المنطق في اللغة. لا لغة داسية ولا دا الاصطلاح دا درين. اللغة ترى نقل ذكر له اصطلاحي. المنطق من نطق ينطق نطقا. والنطق يطلق على النطق الظاهري قسكردا. هو التكلم كما في عرف اللغة مشدر النطق يعني قسكردا. وعلى النطق الباطني وإدراك الكليات كما في اصطلاح الفلاسفة. لكن فلاسفة ما منطق. وش يقول يعني نطق يعني عقل مري. إنسان حيواني ناطقة معناه حيوانة عاقلة مقصديا أوعى وبالأخير يفترق الإنسان عن باقي الحيوانات أدي بزمانية بويد ومين النطق باطنية كيا لأنها لا تدرك سوى الجزئيات الخارجية حيوان إلا تشتي خارجي درك دكا دزاني سرمايتي وقرمايتي وأوزوية خوشة أو جهة خوشة أو شان زاني قباري جدا دا الإنسان تشتي قواعد هو دزاني ولذا قالوا الإنسان عيوان ناطق قواعد دزاني تشتي كليا وإنما سمي علم المنطق بالمنطق لنا من علم منطق نا علم منطق لأنه نافع للنطق الظاهري والباطني معا تنشئ عقلكش بهز دكا زمانكش بهز دكا لأنه يقوي قوة التكلم في الإنسان أو النطق الظاهري كيا لأن التكلم عبارة عن بيان ما هو مخزون في الذهن تنشئ زمان سيا أو تشتينا ودرتا إظهار دكي بو علم منطقي زمانه كشت تشتيشن تشتي لي ودر دكوي قلبك تشتي لي ودر دكوي وكذلك يعصمه عن الخطا في الفهم وادراك الكليات بواسطه علم المنطق فهم كشت التوادبي كليات زوان دزاني مشتوق له اسم من النطق هذا النطق ايش بمعنى ادراكه لانه علم المنطق كواب منطق بخوي بقواعد علم السلف فالمنطق إما مصدر ميمي بمعنى النطق مصدر ميمي بمعنى النطق أطلق على هذا العلم مبالغة ناويا منطق بمعنى النطق معنى علم كذا كان نطق أي حقوب علم كان نطق بهيز دبي نرن علم نطق لو أنقض من قوب مبالغة من قبيل زيد عادل لباتي بري زيد عادل درين زيد عادل وإما اسم مكان يعني اسم مكان منطق كأن هذا العلم محل النطق ومظهره زي النطق يظهره بصورته المطلوبة القويمة لطالب هذا العلم فيكون نطقه صحيحا هذا نطقك صحيح دبي وبعبارة أخرى بنوع شدي لودبري إن النطق عبارة عن الأصوات المقطعة الذي يظهرها الإنسان لسان وتوعيها الآذان وجه جل دبي بزمان دري النطق أويا وش الآية تدفر ما لكم لا تنطقون هذه منطقي سدرين وأما المنطقيون فيطلقون كلمة النطق على تلك القوة التي يكون النطق بها بحيز كيدا أنهم يشجي بويدر النطق وهي موجودة في الإنسان خاصة وتسمى العقل أو الفكر نطق بمعنى عقل ما شئت فعبير وزهر صدر دري عقل دري فكر دري نطق كيف يقول ومن هنا نشاهد بأنه معرف الإنسان بأنه حيوان ناطق معنى حيوان عاقل والمقصود بالحيوان الموجود الحي وبالناطق العاقل متفكر فإذا المقصود من النطق هنا التعقل الذي هو من مميزات الإنسان والمنطق هو العلم الذي يرتبط بهذا الأمر أو معنى لغوي تعريف المنطق في الاصطلاح المنطق هو آلة قانونية آلة كو صعب قانون وقواعد تعصم دفاريزي مراعاتها أغير ساوديري أو قانون أذكر الذهن ميشكت عن الخطأ في الفكر لبيرك النوي غرتيناك شرع مفردات التعريف آلة معنى سيئة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعل في وصول أثر إليه وشي بتمشوي داري دتراشي بمشاري داري دبريوه أو كزن الشيء لعين ذاك أوها كالمعراف للفلاحي أو شيء آمول بينه واسطة بينه وبين الأرض في وصول أثر إليه آلة أوها قانونية قانون لفظ سرياني هو أمر كلي يعني قواعد ينطبق على جميع جزئياته كقول النحاة الفاعل مرفوع
وهو قيد أول لإخراج آلة أرباب الصنائع. قلت آلة قانوني معنى دقت سكت مشار وأنا داني. تعصم مراعاتها أوش قيد دوما لبيان أن هذه الآلة وهي المنطق لا تعصم بنفسها خوي خوي نا باريسي بل بمراعاة أقر ساودي ريبكي أقر كابر منطقش بخويني أقر ملاحظة نكبك لقناه حيث إن المنطقية قد يخطئ وده بساودي رينا كغردتي هذه هدي سائق وده بغردك إذا لم يراعي هذه الآلة. الذهن هو القوة التي بها تكتسب المعلومات التصورية والتصديقية عن الخطأ في الفكر وش قيدة الكيا لإخراج الآلات القانونية التي لا تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر بل في المقال كعلوم العربية زمان دراس دكاتو فاعل مرفوع كمفعول منصوب كان وفكرة سالاكا. والفكر في اللغة إعمال النظر واصطلاحا وترتيب أمور معلومة حاصلة في الذهن للتوصل به إلى أمر مجهول غير حاصل. هندش تعني مش خود خردك يو لخاطر تشتكي كند زاني وواسطي وان بزاني موضوع سيا موضوع عدشتك بعض نسم كادرينين موضوع موضوع علم منطق سيا أو علم منطق بحسي لدك هو المعلومات التصورية أو يا كبير لتشتان دك يو كعيوان ناطق كعيوان ناطق أوها والتصديقية هذه تصديقية وشتسية بير لحيوان دكي بير لناطق دكي أو دين التصور هذه تصديقية تصديقية أو مبتدا وخبر فعل فاعل حكم دكي موضوع محمولة مسند مسند إليها وشدر العالم متغير من حيث إيصالها إلى المجهول التصوري هو الإنسان والمجهول التصديقي هو العالم حادث عالم دري متغير وكل متغير حادث والعالم حادث ودقي أو نتيجة أو ديكش أو ديكش إنسان لو معلوم ده بكات حيوان ناطق قد بيتكدوا بلا حيوانك بلا ناطقك إنسان معلوم ذكي وده كات تصور فائدة يا علم المنطق. من الواضح أن جميع العلوم من نتائج التفكير الإنساني ومن الواضح أيضا أن الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة وشبير الكردواء دقية نتيجة وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة غير مقبولة زارج من نتيجة غرطة زارج هي الصحيحة. فالتفكير الإنساني إذن معرض بطبيعته للخطأ والصواب عندك راس عندك غرطة بالطبيعة الراس بطبيعة علم منطق بكاربين أجل أن يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة أصبح الإنسان بحاجة إلى قواعد عامة تهيئ له مجال التفكير الصحيح متى صار على ضوئها قلب بيدابروي. والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق هو علم المنطق إذا فللمنطق فوائد عديدة نذكر منها ما يلي الاحتراز عن الخطأ في التفكير وضع القوانين العامة التي يعمل الفكر بمقتضاه وبمراعاته يتمكن الإنسان من تمييز الصواب من الخطأ معرفة الحق من الباطل حيث يبصره بمواطن الزلل يبصره بيدر أو منطقة فيدر يشندر غرطة من التفكير وأنواع الخطأ وأسبابها متبدر ويربي في الإنسان ملكة التفكير الصحيح فينمي فيه ملكة النقد وتقدير الأفكار ووزن البراهين والحكم عليها بالكمال أو النقص والصحة أو الخطأ ويوقظ فيه قوة الملاحظة في قوانين المجتمع البشري من دينية واجتماعية وغيرها هم يفردون يسمى هذا زور زور في حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شيء ضروري لا بد منه وذلك لأجل أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة وبالصحيح نتيجة ساقدة مراتب العلم وأنواعه يعلم أيها الأخ الحبيب علمني الله وإياك إن شاء الله آمين إن المراد بالعلم هنا الإدراك وهو وصول النفس إلى المعنى المراد من اللفظ لفظة يانقوت عليه ورد بوداخ أو لفظة معنى يسيا وشي زاند أو درنا علم بس أول درزاتها زار هي الصحتة إدراك النسبة الخبرية على وجه الجزم بنسبة ستاسب أو يسمى يقين أو دري يقين إذ إشكال التدانية أو إيش دقاء أو شوقه أو هناك أو درسي دخولي أو يقينياته أو إشكال التدانية
نوع شديد هي برق لوي ضعيف ثلاثة ستة هشتا إدراك النسبة الخبرية على الوجه الأرجع وبنسبة بنزاوية كتانو هتنوي نقعد ستي نبنزاي عطا ستي أو نزاعة أو درين الزن واتي هذا قموايا معنى يقولوا زياتر هبونا كي بقوة إدراك النسبة الخبرية على وجه التساوي بنزاب بنزاب أو ناوي شكل بنزاب بنزاب إدراك النسبة الخبرية على وجه المرجوع وبنسبة يك هتاتسلو بنزي أو الزعيبة أو ناوي وهمة. ومثال ذلك للتوضيح أن يخبر 40 رجلا بموت زيد سلك سهل همو يقلد ويقبتيان بوتيان زيد مديا وتعزيه لمزقوتي قبرستان فإنه يحصل علم زازم بذلك وهذا هو اليقين فإذا أخبر 20 بموته و20 بحياته هذا يقلد دكس قوتيان زنديا دكس قوتيان مرديا عموش يقلدين فإن الخبر سيحصل فيه شك لتساوي الطرفين فإن أخبر 30 بموته سي قوتيان مردية وعشرة بحياتي تش قوتيان زندية فإن خبر 30 يسمى ظنا لأنه أرزعه وخبر 10 يسمى وهما لأنه مرجوع ويعد هذا وبعد هذا فإن علم المنطق ينقسم إلى قسمين أو زعوى دو نوعيه دري تصوراته وتصديقاته تصور كوى هو أصول سورة الشيء في ذهن دعوه إنسان سيا بيري لبقوا بإدراك مكوناته وماهيته فقط دون الحكم عليه أو به مرئ سواه وليري عن درسيخين أو المرئ أقصانا أي إدراك ما ليس بحكم اشتكى حكم نية هراس شخص كي درق وكاري أو داخوة أو سيا قرم يانا دبي 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 هو تريد بي دبي نايلون بي بتاويتو نتاويتو ازا اقري لي بدا تسرخي داخو دتاويتو يانا او لو او يبس تصور كيف كي داخو اشتكتسيا اي ادراكي ما ليس بيكون كي ادراكي الشمسي لوحده وادراكي طالعة لوحده طالعة معنى اتسيا طالعة اسم فاعل معنى هراتن طالعة هذه زلوني وتيه إدراكها طالع ما نعم فانجد أبو حكم بري الشمس طالعته نعم طالع أي بتنه طالع معنى إيش يعني الشمس اسمه دي طالعة شو بكون له اسم فاعل والتصديق تصديق سيا وإدراك النسبة الخبرية على وجه الإذعان والتسليم أي إدراك أن الشمس طالعة ومرتضى خبرها أو ليس بطالعة نو شمس طالعة أبي أو كتب إلى إساغوزي درهاتي وإساغوزي شكر دي توا إساغوزي بخوي سيا لفظة يونانية معناه الكليات الخمس كليات الخمسة سيا جنس نوع وفصل خاص وعرض عام ولغرابتها عن اللغة العربية اشتهرت هذه الرسالة بها ناويا لنا إساغوزي حتى صارت كالعلم عليها فيقال إساغوزي إساغوزي يعني كليات خمسة ويراد به هذه الرسالة بأجمعها لا هذا الباب وحده هو في الأصل لفظ مركب من ثلاث كلمات إيس أنت أغو أنا إزي ثم ولعل معناه على هذا أنا وأنت نتباحث هنا أو نعطي ليلة يعني قصادك لنا بيان لو علمينا لو كليات خمسنا إساغوزي واقترف في سبب تسمية الكليات الخمس بإساغوزي فقيل إن حكيما من الحكماء المتقدمين أودع الكليات الخمس عند شخص اسمه إساغوزي كابرا أو بينز كليات خمسين لبنز دفتر المسيب ولبنز مال الزمان لكن في أول شيء دانا ناوي إساغوزي وسافر بسفر فكان ذلك الشخص ينظر فيها وذكابري لكن يندانا هروني نلزين سير وما كان يفهمها ولما قدم الحكيم ما مستهات وزعل يخاطبه به في أثناء درسه إيسا غوزي الأمر كذا فصار علما لها قد زوج آقف إيسا غوزي تقيشتي ملا أسعد تقيشتي ملا مخلص تقيشتي هو راز ناوي لنا إيسا غوزي يكون تسميتها من باب تسمية الشيء باسم قارئه وقيل عندك دل نعم ملاكنا إيسا غوزي وقيل إنه اسم للحكيم المستخرج لها ثم زعل اسما لها فعلى هذا تكون التسمية من قبل تسمية المستخرج باسم المستخرج كشخصك يا أو أنا مشهور نينا والوجه المشهور في تسميتي لغة أنه اسم للورد الذي له خمس أوراق كريكا كابينز قولك بنز بلشي هي ثم نقل إلى هذه الكليات وش بنزا لمناسبة بينهما فتكون التسمية عنيد من قبل تسمية الشيء باسم شبيهه أو زقيشين دلالة ولا فرق بنزا وسيبا درسا شتسكت